معنا على التليفون مهندس محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. خليني يعني ابدا مع حضرتك مما انتهى اليه التقرير اللي استمعنا اليه منذ قليل، بيقول انه تم يعني انشاء هذا النفق دون اضرار تذكر، بمعنى ايه؟ والله الحمد لله، هو النفق ده طبعا حضرتك عارفه ان هو معمول في منطقه فيها مرافق قديمه جدا من قديم الازل، يعني كان من الصعب قوي ان احنا نتعامل معاها، بالاضافه ان احنا فوجئنا في حاجات في المرافق اضطرينا ان احنا نحولها زي خط الصرف الرئيسي اللي هو بياخد من الفور سيزون واسماء فهمي والمنطقه اللي يمين الطريق بالكامل وانت رايح على كوبري الجلاء، فاضطرينا احنا ننقل خط الصرف دون، يعني كانت كميه مرافق كبيره هي دي اللي كانت بعض الصعوبه اللي قابلتنا، ولكن الحمد لله انتهينا من الافتتاح الجزئي لفرده من النفق اللي هي رايحه من ميدان الجيزه في اتجاه اسف اللي جايه من الجلاء في اتجاه ميدان الجيزه، وان شاء الله بنوعد ان احنا في شهر 10 ان شاء الله 30/10 بنخلص كامل المشروع بالكامل بسرعه ان شاء الله قبل بدايه العام الدراسي ان شاء الله. 30/10 ده كمان المرحله الثانيه منه؟ اللي هو ان شاء الله الفرده الثانيه، احنا عملنا دلوقتي فتحنا جزء اللي هو جاي من ميدان الجلاء على ميدان الجيزه، هنفتح الناحيه الثانيه اللي هو النفق الطويل، بالاضافه ان في نفق داخل على جامعه القاهره باذن الله. نعم. ده كل ده ان شاء الله هينتهي في 30/10 ان شاء الله مع بدايه العام الدراسي باذن الله. وان شاء الله طبعا الكلام ده طبعا واضح ان هو بيحل مشكله كثافات مروريه رهيبه كانت موجوده في المنطقه دي، واحنا بنقول وكررنا كذا مره احنا ما بنعملش نفق في شارع مراد، احنا بنحل محور صف. يعني ايه؟ يعني اللي جاي من على الدائري عند جامعه القاهره عند كليه التجاره المنطقه دي اثناء الدراسه وخاصه الاشاره اللي عند كليه الفنون التطبيقيه بتقفل تماما بتوقف الدائري كيلو ورا. احنا مزبوط. عايزين نحل المشكله دي، وهو ده ان شاء الله بدايه الحل اللي هو النفق دون، وهيكون في برضه حل تاني قدام فنون تطبيقيه ان شاء الله كمرحله تانيه باذن الله. شكرا جزيلا مهندس محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهره الكبرى.